تعادل منتخبنا الوطني ومنتخب إيران سلبيا في ختام مباريات الفريقين ضمن المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم آسيا، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخبين إلى 7 نقاط، ليتصدر المنتخب الإيراني المجموعة بفارق الأهداف أمام منتخبنا العراقي الذي حل في المركز الثاني. قدم المنتخبان عرضا قويا وتقاسم سيطرة على شوطي المباراة، وكان منتخب إيران أكثر استحواذا دون خطورة حقيقية على حارس مرمى منتخبنا جلال حسن في الشوط الأول، فيما سيطر منتخبنا على أغلب مجريات الشوط الثاني وأهدر بعض الفرص المؤثرة في اللقاء. ورد الحارس الإيراني علي رضا فرصا خطيرة على مرماه التي كانت أبرزها الكرة الرأسية من البديل على عباس قبل نهاية المباراة بربع ساعة. جاء الشوط الأول متوسط المستوى من جانب المنتخبين باستثناء بعض الفرص الفردية خلال اللقاء مع تساوي الكفة من حيث تهديد المرمى بالنسبة للمنتخبين باستثناء تسديدة المدافع أحمد إبراهيم على مرمى إيران. وشهد هذا الشوط بعض الحالات المؤثرة مثل تعرض صفاء هادي لاعب وسط منتخبنا الوطني للضرب بدون كرة من جانب لاعب المنتخب الإيراني، واكتفى الحكم بإنذاره فقط، وكانت اللعبة تستحق البطاقة الحمراء لأن الضرب كان بدون كرة وذلك في الدقيقة 39. ومع بداية الشوط الثاني أجرى المدرب العراقي تغييرا بمشاركة بشار رسن بدلا من أحمد ياسين، وذلك لتنشيط الناحية الهجومية بحثا عن التسجيل للفوز باللقاء من أجل تصدر المجموعة. ولكن لم يتغير الأمر حيث استمر الأداء على نفس المنوال من جانب المنتخبين، سيطرة عراقية ودفاع إيراني قوي لا سيما في الدقائق الأخيرة من هذا الشوط.